السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مقطوفونيس بالبشير. سنتعرف على أفضل التمارين والأنشطة لتقوية التنفس والجهاز التنفسي سواء عند الأطفال أو عند البالغين. أول نشاط أو تمرين وهو نشاط ملء البالون أو الفقاعة، وهو نشاط بسيط ومرح يفيد الأطفال حتى ينفخ الفقاعة بشكل مرح وبسيط بشكل سهل. أنك تطلب من الطفل أن ينفخ الفقاعة على قدر ما يستطيع، لكن لزيادة صعوبة هذا النشاط يمكن أن تقسم النشاط إلى 3 مراحل من الصعوبة. المرحلة الأولى وهو أن تطلب منه ببساطة أن يملأ البالون أو الفقاعة وأن ينفخها قدر ما يستطيع. المرحلة الثانية وهو أن ينفخ الفقاعة، لكن أن ينفخ بشكل بطيء، أي بمعنى أن يخرج الهواء بشكل بطيء وليس بسرعة كبيرة. والمرحلة الثالثة وهو أن يقطع الهواء الذي يخرج من فمه على 3 مراحل في نفس واحد، مثلا أن يقطعها على 3 مراحل في نفس واحد. ونتذكر بأن نقوم بهذه العملية دائما، بأن نسحب الهواء عن طريق الأنف ونخرجه عن طريق الفم. على الطفل أو على الراشد أن يقوم بهذه العملية بهذه الطريقة، أن يسحب الهواء عن طريق الأنف ويخرج الهواء عن طريق الفم. النشاط الثاني أو التمرين الثاني وهو نشاط يكون أكثر صعوبة من الأول، يمكن أن يستخدم للأطفال لكن لمدة قصيرة، وللراشدين ولكن يكون لمدة أطول. النشاط يكون كالتالي: أحضر قارورة ماء تكون صغيرة الحجم ليست بالكبيرة، مع إحضار أيضا الشطافة، هذه الأنبوب الذي يكون قطره بهذا الحجم، يكون قطره صغير هذا الحجم. كل ما عليك أن تطلب من الطفل أن يقوم بنفخ الهواء في القارورة حتى يخلق فقاعات على سطح الماء بهذه الطريقة. دقيقة. بهكذا الطريقة. حتى هذا النشاط يمكن أن تكون هنالك مستويات من الصعوبة لهذا النشاط. في المستوى الأول أطلب فقط من الطفل أن يقوم بالأمر بشكل طبيعي هكذا. تحدد الوقت الزمني وهو 3 دقائق إلى 5 دقائق، أن يقوم بهذه العملية دائما، يسحب الهواء عن طريق أنفه وينفخ عن طريق فمه، ويكرر هذه العملية. لتزيد المرحلة صعوبة أن تقوم بشكل متقطع بهكذا. ثم لزيادة المرحلة الصعوبة وهي المرحلة الثالثة، يمكن أن تقوم بإخراج النفس بشكل تصاعدي، يعني أن تخرج النفس الهواء بشكل تصاعدي بشكل بطيء، ثم تزيد في سرعة إخراجك للهواء حتى تصل لإخراج كامل الهواء الموجود في رئتيك بهذه الطريقة. دائما نسحب الهواء عن طريق الأنف. بهكذا طريقة. يمكن أن تقوم أيضا بشكل تصاعدي، أي أن تبدأ بإخراج الهواء بشكل سريع، ثم تحاول أن تبطئ بشكل بطيء حتى تتوقف، حتى يخرج الهواء بكامله من رئتيك بهذه الطريقة.
هذا النشاط يكون بالنسبة للأطفال في المرحلة الأولى صعب جدا، لهذا يجب أن تبدأ بسهل بشيء سهل مثل نفخ الفقاعة أو البالون، ثم تنتقل ببطء بالتدريج إلى هذا النشاط، لكن مع تحديد الوقت، بمعنى أن يكون المحدد الوقت للطفل 3 دقائق فقط. وكل ما رأيت أن الطفل اعتاد على هذا النشاط تزيد إلى 5 دقائق. أما بالنسبة للراشدين فمن الممكن أن تبدأ بالأمر تبدأ بالوقت ب5 دقائق، ثم تزيد الأمر صعوبة حتى 10 دقائق أو حتى ربع ساعة إن كان هذا الشخص بالغ. النشاط الثالث وهو نشاط يكون عن طريق دمجنا للفقاعة، هذه تدمج مع هذا الأنبوب، والذي دائما نتذكر أن يكون قطره صغير وليس كبير الحجم. تقوم بدمجها هنا وتقوم بالشريط اللاصق بإلصاق الفقاعة مع هذا الأنبوب لتكون بهذا الشكل، تكون بهكذا شكل، وتطلب من الطفل أن ينفخ الفقاعة، وتقوم بنفس المراحل مثل ما قمت بها مع الفقاعة، أي أنك في البادئ الأمر تطلب منه نفخ الفقاعة قدر ما يستطيع، ثم ذلك أن يقوم في نفس واحد بتقسيم الهواء إلى 3 مراحل، ثم ذلك أن تحاول أن يقوم الطفل بإخراج الهواء بشكل تصاعدي، يعني أن يكون في بداية الأمر يخرج الهواء بشكل بطيء، ثم يحاول أن يزيد من سرعة إخراج الهواء حتى يخرج الهواء من رئتيه. سبب هذا النشاط وهو أن الأمر سيكون أكثر صعوبة من الفقاعة، وبالتالي سيحفز الطفل على أن يخرج الهواء بشكل أقوى، فسنلاحظ أن في هذه الفقاعة سيستطيع ملء الفقاعة بشكل، حتى وإن لم يخرج الهواء بشكل الكافي أو ما بالشكل الذي نريده نحن. فبالتالي يمكنك باستخدام هذا النشاط أو هذه اللعبة أن تحفز الطفل على أن يخرج الهواء بشكل أكبر، وأن يستخدم كل أجهزته وكل أعضائه التنفسية بشكل أفضل. النشاط الرابع وهو لعبة تتمثل في هذه اللعبة، تجدون هذه الألعاب في صفحتنا على الفيسبوك. لعبة بسيطة تتضمن هذه الكرة الصغيرة، وكل ما يطلب من الطفل هو أن ينفخ فيها وأن يجعل الكرة تطفو بهذا الشكل، أن تكون تطفو فقط، ثم بنفس الأمر تزيد الأمر أكثر صعوبة. في بداية الأمر تطلب منه أن يحاول أن يجعل الكرة تطفو، ثم في المرحلة التالية أن يجعل الكرة تطفو، لكن ليس بالشكل بهذا الشكل، أن تطفو بهذا الشكل، وأن يجعلها في هذا المركز، وأن يحافظ على الكرة أن تبقى أطول مدة على هذا الشكل. ثم لزيادة المرحلة أن تجعل الطفل أو أن تطلب من الطفل أن يقوم بإخراج الهواء بشكل تصاعدي دائما، من إخراج الهواء بشكل بطيء، ثم يحاول أن يزيد من سرعة إخراجه للهواء حتى يجعل الكرة أن يجعل الكرة تخرج عن القطر المحدد، وأن يرمي الكرة خارج هذا القطر المحدد. التمرين الخامس والأخير أو النشاط الأخير وهو أحضر أوراق هكذا وقم بجعلها بهذا الشكل، اتركها أمام الطفل، ثم أحضر هذه الأنبوب، دائما يكون بهذا الشكل القطر، وأطلب من الطفل مثلا أن يسحب الهواء بقوة فقط بهذا الشكل، تابعوا معنا.
وهذه العملية تجعل الطفل يسحب الهواء عن طريق فمه بقوة، وبالتالي هذه العملية تحفز الطفل على أن يحافظ على وتيرة إخراجه للهواء، وأن يساعده على حل مشكلة تقطيع الهواء. فبالتالي عند مثلا إخراج الحرف السا أو حروف التي تتطلب إخراجنا للهواء، ستساعد هذا التمرين يساعده على أن يبقي تنفسه بوتيرة موحدة، أي أنه لا يكون هنالك تقطيع في إخراجه للهواء مثلا، بل يكون إخراجه سلسا بهذا الشكل. وبهذا الشكل هذه التمارين تجعل يقوي من جهازه التنفسي وأعضاء التنفس. وإن تبع بهذا الأمر على جميع هذه التمارين، يمكن أن تستخدم تمرين واحد أو عدة تمارين من هذه الأنشطة التي قمنا بها. هذه التمارين كلها تجعله يكتسب عادة جديدة غير التي كانت ممكن عادة سيئة في إخراجه للهواء في تنفسه، والتي ممكن كانت هي السبب أو العائق الأول في خلل في إخراجه الحروف الصحيحة أو في نطقه بشكل عام. ممكن حتى هذه الأنشطة أن تستخدم في التأتأة. هذه النشاطات مفيدة سواء كان للطفل أو للبالغ. كل ما في الأمر أن هذه العملية تقوم بها في الطفل بزمن أو بمدة محددة، حتى لا يتعب وحتى يعتاد عليه. فقط ابدأ من 3 دقائق بالنسبة للأطفال، وبالنسبة للبالغين من 5 دقائق، وحاول أن تزيد من المدة كلما رأيت أن الشخص اعتاد على هذه العملية. هذه أنشطة بسيطة يمكن أن تستخدمها كأخصائي أرطفوني أو كأم أو أب في المنزل، تساعد طفلك على تجاوز مشاكل ممكن تأخر النطق، التأتأة، وعدة مشاكل أخرى. لكن نتذكر بأن إن واجهت أي مشكلة سواء كان أم أو أب، عليك أن تتصل بأخصائي أرطفوني، سيريك كيف تستخدم هذه التمارين ومتى يمكنك أن تستخدمها. بشكل عام أريناكم هذه الأنشطة حتى ممكن أن تساعد الأطفال في المنزل، لكن الأمر الذي نؤكد عليه أنه لا يمكن أن تعوض مشكل أن تذهب إلى الأخصائي الأرطفوني، فهو سيحدد لك كيف تستخدمها، متى تستخدمها، ومع من تستخدمها. نتمنى أن نكون قد أفدناكم في هذه الأنشطة في هذه بذكرنا لهذه الأنشطة. هذه 5 أنشطة فقط. في المرة القادمة سنحاول أن نتطرق إلى أنشطة أخرى، وسنحاول دائما أن نزودكم بأنشطة مفيدة يمكن أن تستخدمها كأخصائي أرطفوني أو كأم أو أب في المنزل. نتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. لا تنسى اشترك في قناتنا على اليوتيوب، اضغط على زر اللايك إن أعجبك الموضوع، علق بتعليق جيد، إن كان هنالك أي استفسار اكتبه في التعليقات، تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام. نحن نقوم ببتوت لايف على اليوتيوب كل خميس وجمعة وسبت على الساعة 6. نتمنى أن تكونوا معنا هناك، ونقوم أيضا ببتوت على التيك توك. ممكن لم نحدد يوم محدد للتيك توك، ولكن ترقبونا أن نكون كل يوم على الساعة 6 بإذن الله. نشكركم على حسن المتابعة.